أهلا بكم مشاهدينا الكرام. لماذا رفعت أعلام المثليين في بغداد؟ ألا يعد ذلك مساسا بالمبادئ والقيم الأخلاقية السامية التي تحترمها الديانات السماوية؟ إذ رفعت سفارة الاتحاد الأوروبي في العراق رسميا الأحد علم المثليين في مقر البعثة في بغداد لإحياء ما يسمى باليوم العالمي لمناهضة إرهاب المثلية والتحول الجنسي. لماذا يدمر العراق اقتصاديا وتحطم بناه وتستنزف ثرواته وتدعم حكوماته التي تسببت بنهب ثروات شعبه وشفط ميزانيته المليارية، بينما يرفع الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي علم الشواذ في العراق؟ هل انتهت مشاكل العراق وحروبه الداخلية وأزماته الاقتصادية لتأتي بعثة الاتحاد الأوروبي وترفع علم المثليين من غير احترام للقيم الأخلاقية والأعراف الاجتماعية للعراقيين؟ نسلط تحت الضوء مشاهدينا الكرام أسباب وأهداف وتداعيات رفع بعثة الاتحاد الأوروبي والسفارتين الكندية والبريطانية علم المثليين في بغداد، ونسمع بداية ونشاهد هذا التقرير ثم نبدأ الحوار مع الضيوف الكرام. كونوا معنا. في 17 من أيار عام 1990 أعلنت منظمة الصحة العالمية حذف المثلية الجنسية من قائمة الأمراض النفسية بعد أن كانت تعد مرضاً نفسياً. وبهذا الإعلان فإن الدول التي لا تجد حرجاً في تبني الشذوذ والانحراف عدت ذلك يوماً عالمياً تحتفل به كل عام. وللمرة الأولى يأتي الاحتفال برفع سفارة الاتحاد الأوروبي في العراق رسمياً علم المثليين في مقر البعثة ببغداد، حيث قالت البعثة في تغريدة أرفقت بصورة العلم: بالاشتراك مع السفارة الكندية والسفارة البريطانية في العراق ننضم اليوم مع بعثات الاتحاد الأوروبي حول العالم في رفع علم قوس قزح علم الشواذ للاحتفال باليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية. إلا أن البعثة حذفت هذه التغريدة بعد أن أثارت رفضاً واستهجاناً واسعاً في جميع الأوساط العراقية. اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي استنكرت رفع البعثة الأوروبية علم المثلية في بغداد وطالبتها بالاعتذار الرسمي للشعب العراقي. وقالت اللجنة إنه في ظل غياب الدولة في العراق واستمرار فشل العملية السياسية وسيطرة الأحزاب الدينية وميليشياتها المرتبطة بالنظام الإيراني على البرلمان، أقدمت بعثة الاتحاد الأوروبي على رفع علم المثليين والاحتفال به أمام أنظار الحكومة الحالية في مشهد مستفز للشعب العراقي وانتهاك خطير لأخلاقه وأعرافه ورسالة واضحة لتفكيك المجتمع أخلاقياً. عراقيون عبروا عن رفضهم لهذه الخطوة عبر تغريدات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مرفقة بهاشتاغ كلا لعلم المثليين بالعراق، لكن مغردين آخرين شاركوا الوسم بقولهم إن على العراقيين مراقبة ميول الحكومة للسرقات أيضا، في إشارة إلى عمليات الفساد التي تقوم بها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003، فيما عبر آخرون عن غضبهم بحرق علم المثليين. الدستور الجديد الذي كتب عام 2005 بأيدي الفاسدين وبرعاية الاحتلال الأمريكي كان ملغماً وفضفاضاً، وفيه من الثغرات ما يسمح بالتأويلات بحسب حاجة الأحزاب والحكومات، وبالتالي فهو لم يعالج مواضيع كثيرة بشكل واضح. رفع علم المثليين ليس هو الانتهاك الوحيد في قائمة الانتهاكات، فقد أصبح العراق مستباحاً للجميع في ظل الحكومات الخاضعة للأجندات الخارجية التي أجهزت على كل شيء فيه وتسعى لهدم منظومته الأخلاقية والقيمية. إذن أبدأ وأرحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقة. الأستاذ مكي نزال عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي انضم معنا عبر الهاتف من عمان، وأيضا أرحب بالأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر ينضم معنا عبر سكايب، وأيضا الأستاذ الدكتور عبد السلام الطائي أستاذ علم الاجتماع السياسي ينضم معنا عبر سكايب من ستوكهولم. مرحبا بضيوفي الكرام. أبدأ معك أستاذ مكي نزال عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. انتهاك خطير أستاذ مكي نزال لأعراف المجتمع العراقي وقيمه الأخلاقية والدينية، رفع علم المثليين الشواذ في بغداد، ما الغاية منه برأيك؟ أولا تحية لك ولضيوفك الكرام أصدقاء الأعزاء ولجمهور الرافدين، وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنت بخير. ثانيا هذا الذي يحصل في العراق ليس جديدا الحقيقة، وإنما هو إضافة
بشعة لما جاء به الاحتلال. الاحتلال جاء بالمثلية وجاء بالشذوذ وجاء بكل شيء سيء، وقبل كل ذلك جاء بنفسه كاحتلال مدمر لهذا البلد. اليوم يريدون أن يثيروا العراقيين إثارة سلبية، يريدون أن يصنعوا شرخا جديدا بهذا. لماذا لا ترفع هذه الراية على دول إسلامية أخرى؟ هل رفعت في ماليزيا؟ رفعت في إندونيسيا؟ ولكن المثل المصري يقول من ليس له ظهر يضرب على بطنه. أنا لا ألوم هذه المفوضية البائسة التي أظهرت الأيام الأخيرة، أقصد المفوضية الأوروبية وهذه الدول، أظهرت الأيام الأخيرة في زمن كورونا أنها بائسة فعلا، أنها تجيد فقط هذه الألاعيب الحقيرة ولا تجيد علاج مواطنيها، وأنها أنها بارعة في تصدير هذه القرارات إلى الدول الضعيفة الخانعة، وأقول الدول الخانعة وأعني في أول القائمة العراق في ظل حكومة الاحتلال التي جاءت بها هذه المفوضية وهذه الدول البائسة نفسها. طيب. فنحن إذا لا نستغرب ذلك، مع أننا نستنكره استنكارا شديدا، ونستنكر معه هذا الصمت وهذا الخنوع وهذا الجبن من مما نسميه المضطرين حكومة عراقية، لا ندري ماذا نسميها الحقيقة. نعم. اسمح لي استاذ مكي نزال، ساعود اليك مره اخرى، ارحب بالاستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفه وجهات نظر. استاذ مصطفى مرحبا بك. يعني ما الدوافع السياسيه وراء رفع علم المثليين في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، احييك واحيي ضيوفك ومشاهديك الكرام، وتحيه خاصه لثوار شعب العراق. الحقيقه هذا انا افهمه، هذا التصرف، وأنا أشدد على مصطلح الشواذ وليس المثليين، لأن الحقيقة هم شواذ وليسوا، يعني يجب أن يستخدم هذا المصطلح معهم. هذا أنا أفهمه تصرفا طبيعيا في سياق يعني انتهاك سيادة العراق أو انعدام سيادة العراق في القواعد المرعية وفق البروتوكولات الدبلوماسية. يجب أن تؤخذ موافقة وزارة الخارجية على أي تصرف تقوم به السفارات العاملة في الدولة المعنية. ولكن في حالة العراق هناك انتهاك دائم لسيادة العراق، هناك استهتار دائم بمعاني السيادة، لأن المتسلطين على العراق المتحكمين بشؤونه في عصابة المنطقة الخضراء هم الذين فسحوا الباب بمحض إرادتهم لهذه الانتهاكات ولهذه التدخلات المريعة في سيادة العراق وفي كرامة شعبه وفي استقلاله. وبالتالي فهذه السفارات الأجنبية الموجودة على أرض العراق المحتل، وهو وجود غير شرعي بالمناسبة، تصرفت كما تتصرف في بلدانها، وبالتالي هي لا تراعي قيم المجتمع ولا حتى أصول القواعد البروتوكولية التي أشرنا إليها. هذا من جانب. الجانب الآخر هو الآن كل شيء يجري يدخلونه في إطار الحريات، وكما ورد في إشارة في تقريركم وفي المقدمة التي تحدثتم فيها، أن هذا الدستور الذي جاء به الاحتلال فيه الكثير من الألغام والعبارات السائبة التي تتحدث عن الحريات الفردية دون أن تتحدث عن ضوابط المجتمع التي يجب أن يحكم، هذه الضوابط يجب أن تحكم جميع سلوك الأفراد الذين يعيشون في هذا المجتمع. الآن يجري الحديث كما قلت عن حريات فردية وليس عن ضوابط وقيم وأخلاقيات هذا المجتمع. هذا كله يعني وارد في الدستور. أيضا أنا أفهم أن هذا المشروع أو هذا التصرف يأتي متساوقا جدا وطبيعيا جدا في إطار مشروع تدمير العراق، وهذا هو مشروع الاحتلال أصلا. هذا المشروع الذي يعني أوقع العراق
في كل الموبقات وفي كل الرذائل، فانتشرت الدعارة وانتشرت المتعة وانتشرت المخدرات وانتشرت هذه طبعا دور كلها البغاء آثار أيضا. وصالات نعم. وصالات وصالات اجتماعية. الروليت والقمار، كل هذا يجري لا أقول تحت نظر السلطات الأمنية والإدارية، وإنما يجري بموافقتها وبعلمها طيب وبحمايتها أيضا. نعم، اسمح لي أن سأعود لك مرة أخرى. أرحب بالأستاذ الدكتور عبد السلام الطائي، أستاذ علم الاجتماع السياسي، انضم معنا عبر سكايب من ستوكهولم. دكتور عبد السلام مرحبا بك. بالتأكيد هناك انعكاسات وآثار لرفع علم الشواذ في بغداد، يعني هناك انعكاسات على المجتمع العراقي. المجتمع العراقي معروف بقيمه ومنظومته القيمية الأخلاقية السامية، ما هي هذه الانعكاسات من وجهة نظرك؟ نعم، ابتداء تحية لكم ولضيوفكم الكرام. الحقيقة هذا الموقف أو هذه الحالة الشاذة من قبل منظمة تابعة للأمم المتحدة لا يأتي من فراغ. الولايات المتحدة الأمريكية رفعت التسمية الجنسية من لائحة الحقوق العقلية عام 1990، والأمم المتحدة رفعت القلم علم الجنسية في بغداد بعد الغزو الأمريكي. إيران من جانبها أيضا قبل 13 سنة حسب الدراسة المتوفرة لدينا قد انتشرت هذه الظاهرة بعد الثورة الصهيونية في شارع الطبيعة في طهران. الحقيقة بغداد لأول مرة تشهد بعد احتلالها من قبل الأمريكان ومن قبل إيران تشهد شغال أواخر جفاف علني للمصريين بسبب أن الإيران هذه التصرفات. نعم، هناك مشكلة في الصوت، اسمح لي دكتور عبد السلام الطائي، سنعود إليك مرة أخرى، سيتم إعادة الاتصال مع حضرتك من أجل تأمين الصوت بشكل جيد. نعود مرة أخرى للأستاذ مكي نزال، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. أستاذ مكي نزال، الكثير يعني استنكر رفع علم الشواذ أو المثليين في العراق، منهم الميليشيات المتهمة بارتكاب مجازر ضد العراقيين، عمليات اختطاف، تغييب قسري. يعني هل من المعقول أن تستنكر الميليشيات رفع علم وتعتبره انتهاكا وهي اقترفت المزيد والكثير والعظيم من الانتهاكات في العراق؟ ومن انتهاكات هذه الميليشيات اغتصاب الأطفال وارتكاب الجرم ذاته الذي يستنكرونه مع بصورة أبشع، وهي صورة الاغتصاب التي حصلت مؤخرا لأكثر من مرة. هذه الميليشيات تمارس على الأرض ما تقوله هذه الرأي الملونة. هذه الميليشيات تستثمر هذه القضايا، وهذاك ما قلناه في البداية، يعني هو شرخ يفتح لكي يستثمره هؤلاء مثلا، فيدعون أنهم شرفاء وأنهم ضد المثلية وما إلى ذلك، وهم السلطة. لماذا لم يمنعوهم؟ لماذا لم يطردوهم؟ لماذا لم يستدعي رئيس الوزراء، ما يسمى برئيس الوزراء السابق أو اللاحق، هؤلاء السفراء ويهينهم؟ المفروض أن يهان هؤلاء ويقال لهم هذا البلد لا يقبل بهذا الأمر. ليس هذا فقط، الكثير من تصرفات السفارات، ولكن ما دمنا في هذا الموضوع فهذا الموضوع يجب أن يحاسب عليه السفراء ومن رفع الراية بطريقة غير هذه. واسمح لي أن أخرج عن الموضوع قليلا، كاحتفالهم بيوم القدس والقدس منهم براء، كل شيء يدعونه هو حقيقة ما يرتكبونه على الأرض وما يمالئون عليه الدول الأجنبية، وأولها الاحتلال وما جاء بالاحتلال، ومنه هذه الحالة الشاذة السيئة. هذه الميليشيات تستطيع أن تمنع، لأن لديها قوة السلاح، تستطيع أن تمنع ذلك، ولكنها تكتفي بكلمات رخيصة لا تسمن ولا تغني عن جوع.
بالعودة إليك أستاذ مصطفى كامل، يعني هناك من يسمح لنفسه بالقتل وعمليات الخطف والسرقة والنهب لأموال العراقيين، وكما تحدث الأستاذ مكي نزال عمليات اغتصاب الأطفال، بينما هو إعلاميا يقوم باستنكار رفع علم الشواذ في بغداد، كيف تعلق على ذلك؟ يعني أنا ألفت نظر حضرتك والمشاهدين الكرام إلى الضجة الكبيرة التي أثيرت العام الماضي عندما خرجت شابة تعزف الكمان في إحدى الملاعب في مدينة كربلاء، نعم. وأقاموا الدنيا عليها ولم يقعدوها باعتبارها كما يقولون انتهاك لقدسية هذه المدينة، في حين أن هذه الميليشيات كما قلنا هي من تمارس عمليا ارتكاب هذه الموبقات، بل هي تقدم أيضا الحماية للشبكات التي تمارسها، لأن هذه الشبكات عائدة لها في الحقيقة، فهي تمول هذه الميليشيات والعصابات الإرهابية وتحقق لها الموارد خصوصا، وأنا أتوقع زيادتها في الفترة القليلة القادمة لا قدر الله، لأنني أعرف ويعرف الجميع أن هناك الكثير من الضعف في جانب التمويل لدى هذه الميليشيا، وبالتالي فهي ستلجأ إلى مزيد من إنشاء شبكات الدعارة وشبكات المخدرات وشبكات صالات القمار وغيرها من شبكات الرذيلة المنتشرة في بغداد وفي كل المحافظات العراقية، والحدود العراقية مع إيران تحديدا سائبة لتهريب كل هذه الموبقات من، يعني أقصد المخدرات تحديدا، وبالتالي هذا سيأتي يعني كمورد لهذه الميليشيات. هذه الميليشيات التي كما قلت أقامت الدنيا ولم تقعدها على فتاة وبملابس محتشمة إلى حد ما يعني أو طبيعية من الموجود في الشارع الآن، لا تعير اهتماما لهذه الرذائل الموجودة، وكأن العراق لا يعنيها. في هذا البيان، هذه البيانات السخيفة أو البائسة التي صدرت عن حزب الدعوة أو عن التيار الصدري أو عن أي ميليشيا أخرى من الميليشيات الإرهابية التي يعج بها العراق، لا تسمن ولا تغني من جوع. كما تفضل الأستاذ مكي، هم لديهم السلطة وليس لديهم السلاح فقط، هم لديهم السلطة، فهم الذين يسيطرون على كل مقاليد السلطات الإدارية والأبنية والتنفيذية في العراق، وبالتالي فهم القادرون على منع هذه الممارسات يعني اللا أخلاقية في المجتمع العراقي. الأمر لا يتعلق بموضوع رفع العلم، رفع علم الشواذ في إحدى السفارات أو في ممثلية الاتحاد الأوروبي، الأمر يتعلق بما هو أكبر من ذلك، وهو إشاعة هذه الرذائل فعليا على الأرض. الآن الذي يمشي في شوارع بغداد وتحديدا في شوارع شارع الرشيد مثلا، المنطقة قرب مقهى الزهاوي، فسيجد هؤلاء المثليين موجودين في الشارع، فأين هي السلطات التي تمنع هذه، أقصد هؤلاء الشواذ، أين هي السلطات التي تمنع هذه الرذيلة من وجودها في الشارع؟ وهذه نقطة في غاية الأهمية أستاذ مصطفى كامل. وكذلك هناك العديد من المقاهي والكافيهات كما تسمى في مناطق المنصور والحارثية والكرادة التي تهيمن عليها هذه الميليشيات الإرهابية، وهي يعني تسمح بممارسة الرذائل. الفنادق الآن مفتوحة لمن هب ودب، صالات القمار، صالات الدعارة، انتشار المكاتب التي تقوم بتزويج المتعة وهي ممارسة الرذيلة بشكل علني وبغطاء ديني طائفي طبعا، لا علاقة له لا بالدين ولا بالمذهب ولا، وإنما بمخطط إجرامي من جارة السوء إيران لنشر هذه الرذائل في العراق. هذا هو الذي يجب أن يركز عليه. ولكن في الحقيقة هناك مسألة بالغة الأهمية، يعني في الدول التي يعني سواء في الدول العربية أو في الدولة الوطنية التي كنا نعيش فيها، كانت هناك مؤسسات للتربية، الإعلام كان يربي، الشارع يربي، المدارس تربي. سنأتي إلى هذا الموضوع أستاذ مصطفى. الأسر
إذا سمحت لي سأعود إليك مرة أخرى لنناقش هذا الموضوع المهم، وهو العلاج ومواجهة هذه التحديات التي يمر بها العراق. عاد إلينا الدكتور عبد السلام الطائي أستاذ علم الاجتماع السياسي، ينضم معنا عبر الهاتف من ستوكهولم. كيف تسمعنا الآن أستاذ عبد السلام؟ أنا أسمعكم واضح الحقيقة. أهلا بك أستاذ عبد السلام مرة أخرى. يعني الآن بالتأكيد سمعت ما تحدث به ضيوفنا الكرام أن ما يجري في العراق الآن وهذه الأمور التي تحصل في المجتمع العراقي هي ممارسات للسلطة والميليشيات، انتشار صالات القمار وكذلك إدارة الدعارة وكذلك انتشار المخدرات بين الشباب العراقي، كلها موجودة منذ احتلال العراق وتسلم حكومات متتابعة، حكومات المنطقة الخضراء، وكلها موجودة في الشارع. وما يعني فتح الستار وكشف هذه العيوب هو هذا العلم الذي رفع، إنما هذه الآثار هي موجودة، هذه المؤشرات والعلامات موجودة في الشارع العراقي وعلى مرأى ومسمع الجميع. ما هي الآثار الاجتماعية أو الأضرار الاجتماعية التي حصلت منذ احتلال العراق وخلفت هذه المؤشرات؟ نعم، هو الحقيقة أتمنى أن يكون الصوت قد وصل سابقا بأن الولايات المتحدة الأمريكية رفعت المثلية الجنسية من لائحة الأمراض العقلية عام 73، ومنظمة الأمم المتحدة رفعت علم المثلية الجنسية في بغداد بعد ذلك هذه الأيام. إيران أيضا قبل 13 سنة انتشرت فيها الظاهرة قبل انتشارها في العراق وبالتحديد في شارع شريعتي في طهران. لأول مرة بتاريخ العراق تشهد العاصمة بغداد حفلات زكاة المثليين في الشوارع. فالعملية إذن هي عملية تلاقط ما بين الأصول والفروع، ما بين الغزو الأمريكي وما بين الاحتلال الإيراني. العملية بحد ذاتها هو استفزاز وتحدي من الأقلية الشاذة جنسيا بالأغلبية العراقية من الناحية القيمية والاجتماعية. هي عملية هدش للمنظومة الوطنية والقيمية والدينية المقدسة. هي أيضا من آثارها وتداعياتها انهيار نظام الولادات، وهذا ما يمكن أن يطلق عليه أو ينطبق عليه عبادة الجنس البشري باستخدام هذه الظاهرة الشاذة. الحقيقة الأسباب الرئيسية في تقديري أن إيران واليهود يعانون من عقبة الشعور بالنقص الديموغرافي، لذلك يحاولون توفير هذه الظاهرة إلى الدول الأخرى. من التداعيات الأخرى التي ظهرت في أوروبا وعلى شيوع هذه الظاهرة أن اتضح من خلال الدراسات أن الإيدز هو واحد من هذه الأسباب. الحقيقة هنالك علاقة ما بين البيئة والمحيط وأصدقاء السوء. هنالك دراسة لفريق بحث أعده الجاميني أكد فيه أن رهاب المثلية الهوموتروبيا سببه المبالغة في الصفات الذكورية ومعاداة النساء. وتوصلت الدراسة أيضا إلى العلاقة ما بين رهاب المثلية واتسام هؤلاء في الكراهيه والغضب على المجتمع. فالمثليون هم مرضى يعانون من اضطراب الهويه الجنسيه بحاجه الى علاج وتدخل نفسي اجتماعي لتحديد الهويه الجنسيه لهؤلاء. هم ليس فقط يعني هكذا، طبعا الطب ايضا تحدث بهذا الشان، هو شذوذ وانحراف لدى الكثير، اما الحالات الخلقيه في التشوه الخلقيه فهو امر اخر. هذا كموضوع بيولوجي، لا نتحدث في الجانب البيولوجي. عندما اقول انا اصدقاء والبيئه الاجتماعيه المحيط الاجتماعي في المناطق الفقيره التي يكثر فيها السكان وتكثر فيها الخرائط، تكثر فيها تطوبار للانحراف وللمخدرات وللجنس وللواطه وغيره. ابقى معي دكتور عبد السلام الطائي، شكرا لك. أستاذ مكي نزال سنعود إليك مرة أخرى، ولكن بعد أن نشاهد سويا مشاهدينا الكرام ما غرده العراقيون عبر تويتر حول ما حدث من رفع علم الشواذ أو المثليين في بغداد، نشاهد هذه التغريدات. تحدث دكتور جاسم الشمري: لا شك أننا ضد مهزلة حرية المثليين،
ولكننا نستغرب كيف أن قتلة العراقيين اليوم يستنكرون رفع علم المثليين في بغداد. أيها الشرفاء، وهو يتحدث متهكما، لماذا لم نسمع منكم أي استنكار لجرائم القتل والاختطاف والسجون السرية التي يديرها أتباعهم؟ حياة الناس مقدمة على كل الخطابات الإعلامية المزيفة. أما السيد شاغو القرداغي فغرد قائلا عبر تويتر: التدين المغشوش هو أن تسمح لنفسك بالقتل والنهب والسرقة والفساد واحتلال الأراضي وخطف المواطنين باسم الدين، بينما تنتفض وتعارض رفع علم المثليين بحجة أنه يعارض القيم والنصوص الدينية. كيف يصدقك الآخرون وأنت ارتكبت كل الموبقات والمحركات وأنواع الفساد طوال مشوارك السياسي؟ أما الإعلامي زياد السنجري فغرد قائلا: لن تعترض السلطات والأحزاب الإسلامية الإجرامية في العراق على رفع علم المثليين في أرض العراق، بل يمكنكم رفع علم الكيان الصهيوني والإيراني والأمريكي وأي علم آخر تشاؤون، لكن إياكم ورفع العلم العراقي الوطني الحقيقي للعراق، لأنهم حينها سيعترضون وربما يثورون. أما السيد حسين دلي فغرد وكتب على تويتر: أنا ضد الشذوذ الإنساني وأكثر من ذلك ضد الشذوذ السياسي. الأول ضيع أفرادا والثاني ضيع العراق كاملا وضيع ملايين من أهله. إذن هذه بعض ما غرد به العراقيون عبر تويتر حول ما حدث من رفع علم المثليين في بغداد. بالعودة إليك أستاذ مكي نزال، يعني في الدستور الحالي، لو نناقش الدستور المادة الثانية فقرة جيم: لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية، ولكن هنا في هذه الفقرة إلى أي مدى ترى أن يعني هذا الدستور ملغما بفقرات كانت ربما ولا زالت بابا رئيسا من أجل استهداف قيم الشعب العراقي وكذلك أعرافه ومبادئه؟ هم وضعوا هذا الدستور بألغامه وبمداخله المتعددة، ووضعوا محكمة هي المفتاح لهذا الدستور، ونحن نعرف هذه المحكمة وكيف تنفذ. يعني هذه الفقرة التي تفضلت بقراءتها تقبل كل شيء، أنت حر أن تفعل أي شيء وأنت لست حرا في فعل أي شيء، يبقى التفسير بيد من؟ بيد المحكمة الدستورية أو ما يسمى بهذه الأسماء الجديدة التي جاءوا بها والتي لا تحمل شيئا من مسمياتها. يعني أنت الآن وفقا لهذا الدستور ممكن أن تحاكم على أي شيء تقوله على اعتبار أنك تنتهك حريات الآخرين. كلامنا الآن ضد هذه رفع هذه الرايات البائسة يمكن أن يفسر على أنه انتهاك لحريات الآخرين وتكميم أفواه، بينما لو قال غيرنا ما نقول أو قال ما لا يقال أصلا فتفسر له المحكمة أنه حر يقول ما يشاء. هذا الدستور أذكر حين كانوا يستمعون لكتابته كنا نحضر من وراء الكواليس عن طريق جهة معينة، فقلنا يا جماعة ما هذا؟ هذا ليس دستورا، هذه قنابل عديدة، يعني هذا في قديم الزمان. قالوا نعم مرروه وسوف نصلحه، والآن مر هذا الدستور البائس وتحته ترفع هذه الرايات وتتدخل الدول في شؤون العراق باسم الصداقة، وينفى العراقيون من العراق باسم الإرهاب، كله من هذا الدستور ومواده. الحريات مكفولة في كل قوانين العالم بطرق معينة، حتى هذا قضية المثليين لها محدودية معينة في كل دساتير العالم، يعني لها تنظيم معين على بشاعته، ولكن لها تنظيم معين، ليست منفلتة كما هي في العراق. كما قلنا على الأرض هي منفلتة بفعل هؤلاء الذين يحتجون،
وعلى الورق بفعل هذا الدستور البائس وهذه الحكومة التي لا تدري ماذا تفعل سوى أن تستدين من هنا وهناك لكي ترضي موظفيها وميليشياها. سأعود إليك أستاذ مكي نزال. أستاذ مصطفى كامل، يعني ما هذا النفاق الذي يعني ينتاب العالم ككل؟ يعني هل هناك حالة مستغربة خصوصا في العراق؟ هناك من يبحث عن حقوق للشواذ وحقوق للمثليين، بينما أمام أنظار العالم يباد العراقيون، يقتل الثوار الذين يطالبون بإسقاط النظام وبالحياة الكريمة. هم لم يطلبوا شيئا صعبا، هم طالبوا بحقوقهم كبشر كإنسان، حالهم حال أي مواطن في أي دولة في العالم. لماذا فقط الناس مهتمة أو المجتمع الدولي خصوصا مهتم بموضوع الشواذ والمثليين الآن؟ كيف ينظر العالم والمجتمع الدولي إلى الشعب العراقي وإلى معاناته وإلى مطالبته بالحرية؟ في العام 1991 ارتكبت القوات الأمريكية مجزرة في ملجأ العامرية، ولم يهتم بها الإعلام العربي ولا الإعلام الدولي، في حين أظهروا قصة مفبركة لقصة الحاضنات في الكويت، وهي قصة قامت بها نيرة ابنة السفير الكويتي في الأمم المتحدة. أيضا اهتموا، وهي قصة مفبركة بالكامل، أيضا اهتموا بصورة إحدى البطات التي كانت يعني أخذت مساحة كبيرة من وسائل الإعلام، وهي أن العراق قام بإغراق المياه الخليج بالنفط، وبالتالي هذه البطة تعرضت إلى كارثة بيئية، وهي أيضا ليست من العراق ولا من منطقة الخليج العربي بالكامل. هذه القصص المفبركة نحن سمعنا عنها كثيرا، لم يهتم العالم بكل مآسي العراق، مآسي الحصار، مآسي اليورانيوم المنظم، انتشار الأمراض السرطانية، قتل المواطنين بالحصار، قتل الأطفال، هناك يعني قتل المزروعات وتدميرها. هذا كله حصل في فترة التسعينات، وفي ما بعد ذلك أيضا قام الاحتلال بالكثير من الجرائم ضد البيئة وضد الإنسانية في الحقيقة. وبالتالي هذه عملية الصمت التي أشرت إليها حضرتك ليست أمرا جديدا، هناك يعني العراقيون تعودوا عليها. لكن أنا أريد أن أشير في موضوع النفاق، أيضا النفاق الذي تستخدمه أو تمارسه هذه الميليشيات والأحزاب الإرهابية المتسلطة على العراق. يعني في مؤتمر لندن في كانون الأول ديسمبر 2002 الذي أقيم برعاية المخابرات المركزية الأمريكية لعملائها وعملاء إيران، وهم عملاء مشتركون طبعا بين الولايات المتحدة وبين إيران، أقيم في فندق هيلتون في لندن، والذي حدد ملامح المرحلة التالية لعملية احتلال العراق أو لغزو العراق، يعني ملامح مرحلة الاحتلال وهو ما نراه الآن. عرض أحد المجرمين الذين كانوا مما يسمى المعارضة العراقية، وهم يجب أن نسميهم دائما باسمهم الحقيقي، وهم العملاء الأراذل الذين امتهنوا مهنة الجاسوسية والتحريض على شعب العراق وعلى الوطن، وهو المجرم كنعان مكية، الذي هو بالمناسبة أستاذ رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، والذي عمل بمعيته في موضوع الحريات وموضوع حقوق الإنسان كما تزعم. اقترح يعني أن ينص في دستور العراق بعد الاحتلال على موضوع الحقوق، ضمان حقوق الشواذ في العراق. وهذا العمل حقيقة يعني هذا الطرح أثار ضجة في ذلك الوقت، لأنه كان يعني مستفزا بشكل كبير. هذا الأمر هو ما يجري الآن. عملية، أنا لا أعير بالا كثيرا إلى موضوع رفع العلم في العراق، أنا أشدد على موضوع انتشار الرذائل وانتشار شبكات الدعارة والمخدرات. هذا العراق كان بلدا خاليا تماما من المخدرات، يعاقب بالإعدام على من يروج ويهرب، فالآن أصبح ليس يروج ويهرب ويتعاطى، وإنما يصنع ويصدر أيضا.
وبالتالي هذه العمليات وعمليات زواج المتعة وانتشار صالات القمار وإلى آخره وكل ذلك برعاية من يسمون السياسيين. إذا تسمح لي دقيقة، هو مخطط مقصود للاحتلال، وأنا يجب يعني نحن يجب أن نركز على هذه القضية. وكما قلت لك هذا أصلاً يعني طرح في مشروع في مؤتمر لندن إعداد دستور يضمن حقوق الشواذ في العراق. نعم، شكرا لك، سأعود إليك مرة أخرى أستاذ مصطفى كامل. بالعودة إلى الدكتور عبد السلام الطائي أستاذ علم الاجتماع السياسي. أستاذ عبد السلام، ماذا على المنظمات المجتمعية فعله أمام هذا التحدي الخطير؟ الحقيقة بلا شك المنظمات المجتمعية يعني ما عليها إلا القيام بتوعية المواطنين، وأظن حتى المواطنين لا يحتاجون التوعية، لأن هذه المجموعة هي أصلاً مجموعة شاذة وتصرفاتها مقززة. يعني حتى تصور في المجتمعات، المجتمع السويدي في مجتمعات الدول الإسكندنافية التي هي أكثر انفتاحاً من غيرها، لا يتجرأ المثليون إقامة حفلات زفاف في الشوارع وممارسة القبلات وغير ذلك، قياساً بالآخرين يحق لهم أن يفعلون ما يشاءون في الشارع. فهي ظاهرة مقززة، أصلاً ما على مؤسسات المجتمع المدني إلا الضغط على المجتمع الدولي، وأي مجتمع دولي إذا كانت منظمة الأمم المتحدة ترفع العلم وهي تستفز مشاعر العراقيين وتستفز كل القيم الأرضية وكل القيم الحقيقة. بالتأكيد هناك الكثير من المنظمات المجتمعية التي لها دور كبير بإحداث الأثر في المجتمع العراقي، لا سيما الأسرة، نواة المجتمع، كذلك المدرسة، كذلك يعني المساجد، وكذلك المؤسسات الدينية. هل من دور لها يجب أن تأخذه بالاعتبار في مواجهة هذه الحالة تحديدا؟ هي هذه المؤسسات نسميها بوسائل الضغط الاجتماعي قائمة بدورها على عدم الوساطة، وهي أساسا رافضة لهذه الظاهرة، سواء بالنسبة إلى المدرسة أو بالنسبة إلى وسائل الإعلام أو بالنسبة إلى أئمة المساجد، كلها قائمة بالواجب. لكن الآن التحرك في هذا الجانب هو أفضل من يقوم به هو سوار تكرين برفضهم بالدستور. الدستور الذي كتب من قبل فيلدمان يهودي أمريكي ومن قبل إيران، إيران الحقيقة. يعني ظاهرة المثليين أنا في تقديري هي هوية ثقافية فرعية مثلية جديدة ستشكل بوابة جديدة للمحاصصة لإضافة هوية المثليين إلى هوية المحاصصة، وتصبح لهم حقوق وامتيازات لا تقل عن حقوق روحة والعملية ممهد لها من قبل الأحزاب ومن قبل إيران من خلال عملية تجنيد الفرس، سرقة الحاسبة المركزية التي أدخل فيها ما لا يقل عن 3.5 ملايين، تم تجليسهم بالمستعرقين لغرض طرد العراقيين الوصلاء، استبدال تسمية مجهولي النسب الواردة بقانون 121 للرعاية الاجتماعية، استبدلت هذه التسمية لهؤلاء اللقطاء بكريمي النسب. كل هذه عمليات هتش القيم الاجتماعية. هم ثقافة فرعية ميكرو سبكتر. يعني هناك دراسة للدين والجنس، توصلت الدراسة إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية، تسمعني؟ نعم أسمعك دكتور عبد السلام. هذه مسألة مهمة لو سمحت تعطيني وقت جدا قليل. أن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية منعت الجنسية المثلية في الأديرة. المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ودراسة للدكتور كريم حمزة يرحمه الله الذي وقع في الأسر 20 سنة في إيران، توصلوا يعني كمقاربة مع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، توصلوا إلى أن أو اكتشفوا بيوت الدعارة تتكاثر أو تتواجد قرب المراقد الدينية على شكل حمامات وصالونات حلاقة. الكرفانات السيارة المتنقلة قرب المراقد الدينية أثناء الزيارات التي تحتوي على الجنس الأبيض وعلى المخدرات. هنالك ظاهرة شاعت الآن في المناطق الدينية هي ظاهرة الجنس السفري.
فهذه الظواهر كلها جاءتنا من أين؟ جاءتنا من إيران، وبعد الغزو فهنالك تحالف فعلا قادر لهدم المجتمع العراقي، لتدمير المواطنة، لخلق ثقافات فرعية وجماعات فرعية تمتاز بحقوق تفوق حقوق المواطن العراقي، مثل جماعة رفحة. وهذه الجماعات علما أن جماعة رفحة حسب التقارير الواردة إلينا الميدانية تم ضبط ظاهرة اللواطة علنا في منطقة رفحة بالمملكة العربية السعودية. لربما هذا يدعونا أيضا الحديث عن تفكيك المجتمع العراقي. المجتمع العراقي قبل الاحتلال كانوا الأشخاص المدانين باللواطة سواء بالنسبة للفاعل أو المفعول به كانوا غير مشمولين بالعفو، ولهم برامج إصلاحية. زيادة معدلات جرائم اللواطة لاحظناها أخواننا الأفاضل عزيزي المشاهد، لاحظناها منذ الحرب العراقية الإيرانية. لأنه اللائق ذكرت عدة نقاط مهمة. العراقي لا يسمح له بالخدمة العسكرية ويصبح سلاح سيء. شكرا لك دكتور، شكرا لك دكتور عبد السلام الضائي. بالعودة إليك أستاذ مكي نزال، الكثير من النقاط المهمة التي تحدث بها دكتور عبد السلام الطائي وهي نقاط خطيرة جدا ومؤسفة وفي غاية الخطورة إن صح التعبير. يعني إضافة هوية المثليين إلى هوية المحاصصة، يعني بطبيعة الحال أن العملية السياسية هي من إفرازات المحتل الأمريكي ونظام المحاصصة أيضا. كثيرا ما يعني سمعنا ايضا من الاستاذ الدكتور عبد السلام الطائي الكثير من المصطلحات، ما سماها ب يعني البعض منها بالجنس السفري والمخدرات، وبالاضافه الى ما ذكره الاستاذ مصطفى كامل بصالات القمار وايضا اداره الدعاره في العراق، كلها اشياء تعتبر من افرازات الاحتلال وافرازات العمليه السياسيه. يعني هل هذا الأمر فعلا هو يراد به خلق ربما أو إنشاء فئة معينة من خلال الترويج لها إعلاميا من خلال رفع الأعلام الخاصة بها؟ الحقيقة أرى أن ذلك مبكر. لماذا؟ لأن هؤلاء يدعون الإسلام، يدعون قيادة الإسلام، يدعون تطبيق الإسلام، فهم الآن سيستنكرون. وطبعا كلام الأستاذ مصطفى والدكتور عبد السلام في محله، نعم، ولكن ليس الآن. هذا كله تمهيد، وتعرف أن الاحتلالات نفسها طويل. الآن على العكس، يعني أثار الأخوان العزيزان وجنابك والتقرير موضوع الثوار، هم يريدون ربط حالة المثلية، ونقرأ ذلك في تويتر أكثر شيء، بالثوار، ويربطون رفع الأعلام من دول هم يسمونها استعمارية وهي حليفتهم طبعا ومولتهم بهذا، فيربطون أن المظاهرات بين قوسين المثليون الذين يساندهم الكفار. هذا كلام التقية الذي عندهم والذي لم يشبعوا منه منذ 17 عاما. الخطر الآن أن يربطوا هذه القضية بالثورة وبالساحات ظلما وعدوانا. الشباب في الساحات متحرر بملبسه بشعره بكذا، فأنا أن ألاحظ الآن أنهم بدأوا يلمحون وأحيانا يصرحون أن هذا أبو قدلة. أبو قدلة كل الشباب في العالم يتبعون بعض الموديلات في الشعر والملابس وغير ذلك، ولكن هؤلاء الرجال الذين في الساحات بدأوا يردون عليهم. وأركز، الرجال الذين في الساحات يردون على المخنثين الذين يحملون السلاح بأنهم من هذه القضية براء. وأنا يعني أكرر تحذيري للثوار وللمغردين والمدونين من هذه النقطة، يعني حاربوها قدر الإمكان لأنها مؤامرة أكبر مما تبدو عليه. نعم، شكرا لك أستاذ مكي نزال عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. أخيرا أستاذ مصطفى بدقيقتين لو سمحت، يعني ماذا على القوى الوطنية الآن فعله أمام هذا التحدي؟ يعني
يعني القوى الوطنية للأسف ليس لديها من الوسائل ما يمكن معالجة هذا الأمر، هي ليست لديها من وسائل الإعلام المؤثرة وليس لديها يعني سلطة على وسائل التربية ووسائل الإرشاد الديني وغير ذلك، ولكن هذه مسؤولية السلطات التي يعني تتحكم بالعراق، هي من يجب أن توجه الإعلام إلى بث القيم، هي من يجب أن توجه المساجد إلى بث القيم، هي من توجه الأسر والمدارس والشارع وأحزابها إلى بث القيم في المجتمعات، هذه مسؤولية الجهات الماسكة للسلطة. أما القوى الوطنية والشخصيات الوطنية الرافضة للاحتلال ولمشروعه السياسي فعليها مهمة تنوير العراقيين بهذه المخاطر، ولا شك أنكم في قناة الرافدين وهي القناة العراقية الوحيدة تقريبا التي يعني تقوم بهذه المهمة، مهمة التوعية ومهمة الإرشاد والتنوير وبث المعاني الوحدة الوطنية، عليها أن تواصل هذه المهمة لمحاربة هذه الظاهرة، سواء ظاهرة الشواذ، وأنا أكرر أن ظاهرة الشواذ لأن الله سبحانه وتعالى خلق آدم وحواء ولم يخلق آدم وآدم أو حواء وحواء، أو محاربة صالات القمار، أو محاربة انتشار ظاهرة زواج المتعة وغير ذلك من كل الرذائل التي أشاعها في مجتمعنا الاحتلال الأمريكي والاحتلال الإيراني، وبدعم من هذه العمائم الفاسدة التي تسلطت على العراق ويعني أمسكت بخطابه الإعلامي والإرشادي والسياسي، وأيضا بدعم وإشراف وإسناد ويعني رعاية من قبل هذه الأحزاب الإرهابية والميليشيات المسلحة الإجرامية التي تسيطر على كل شيء في العراق. هذه يعني مسؤوليتهم أولا، في هؤلاء الماسكون للسلطة هم طيب. من عليهم تغيير هذا الواقع. المجتمع العراقي يعاني من آثار خطيرة من إفرازات المحتل الأمريكي ومن عملياته السياسية ومن الدستور ومن الميليشيات المتسيدة والمتنفذة في العراق، وبيدها السلطة وبيدها النفوذ وأيضا بيدها السلاح، وقامت بانتهاكات خطيرة ضد العراقيين، وليس مجرد يعني استنكارها لرفع علم الشواذ هو يدل على أنها بريئة مما جرى، بل إن الاتهامات وبالتقارير الدولية للكثير أو جميع المنظمات الحقوقية الإنسانية تدين هذه الميليشيات باقترافها الجرائم ضد العراقيين. يعني من وجهة نظرك هنا نصل إلى السؤال فقط أستاذ مصطفى، هل ثورة تشرين تعني الخلاص من كل هذه المآسي وهذه الأضرار؟ أنا أضيف قبل أن أتحدث عن ثورة تشرين، أضيف أن هذه الجرائم الأخلاقية هم يمارسونها في ضد الشعب العراقي، نعم، في معتقلاتهم وفي سجونهم وفي أماكن كثيرة. يعني الظاهرة أو الحالة التي سمعنا عنها قبل أيام من وجود اغتصاب من قوات مكافحة الشغب أو إلى ما تسمى قرب منطقة السنك لعدد من الثلاثة من الشباب المتظاهرين، هذه ليست الحالة الأولى ولن تكون الأخيرة. هم يمارسونها، هذه الميليشيات الإرهابية تمارس هذه الجرائم فعلا في سجونها وفي معتقلاتها السرية والعلنية وفي مواقعها الرسمية. ثورة تشرين هي ثورة خلاص كل العراقيين وثورة خلاص كل العراق، ليس من هذه الرذائل فقط وإنما من كل حالات الفساد والإرهاب والإجرام التي سادت في العراق بوجود هذه العصابة المتحكمة منذ 17 سنة بكل مسمياتها وبكل شخوصها. هؤلاء الذين يدعون تمثيل سنة العراق ويدعون تمثيل شيعة العراق ويدعون تمثيل أكراد العراق، هؤلاء جلبوا المصائب على شعب العراق والفساد والإرهاب والقتل والانحلال الأخلاقي والمخدرات وغير ذلك من الرذائل، مما لو جلسنا سنوات نعد هذه الجرائم ونحصيها لن نتمكن من إحصاء تفاصيلها خلال مما حدث خلال 17 سنة الماضية. لذلك ثورة تشرين وقبلها كل انتفاضات العراقيين منذ عام 2011 وقبلها مقاومة الاحتلال الأمريكي بالسلاح، كل ذلك هي يعني علامات من علامات التخلص من هذا المشروع الإجرامي المنفذ في العراق.
شكرا لك أستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر لوجودك معنا في هذه الحلقة، وشكرا جزيلا للأستاذ مكي نزال عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي كان معنا عبر الهاتف من عمان، وشكرا جزيلا للأستاذ الدكتور عبد السلام الطاهي أستاذ علم الاجتماع السياسي كان معنا عبر الهاتف من ستوكهولم. شكرا لضيوفي الكرام ونشكر لكم مشاهدينا الكرام طيبة وحسن المتابعة وإلى اللقاء.